شلونكم؟ شو اخباركم؟ ما عندي تصوير، قلت اقعد ادردش معاكم واسولف، لان في اسئله لما افتح الدايركت مسج بس وايد وايد بنات. ما اقدر، سوري ان ما اقدر ارد على كل الكومنتات. قاعده احاول كثر ما اقدر اني امشي ستيب باي ستيب علشان الحق على كل الكومنتات، بس ما شاء الله بعد وايد. اول موضوع على موضوع الدايت اللي انا قاعده امشي عليه، وايد بنات يسالوني. انا للحين مستمره مع داي دكتور بدر نصر الله، وبيني وبينكم كنت وايد محتاره ان شنو اسوي، وانا راح ادخل على تصوير اللي هو عمل وما ادراك ما امي. فقررت اني ارجع واشترك بوجبات دكتور بدر نصر الله عشان امشي على نظام غذائي نظيف صحي، وبنفس الوقت ابي وزني ينزل. ما شاء الله الكل شاف النتيجه وايد حلوه، زائد ان في وايد بنات اللي دار مداري، وايد بنات كانوا قراب مني ووايد كانوا يتابعوني من بداية اشتراكي مع دكتور بدر نصر الله، شافوا ان انا وايد وزني نزل. وفي وايد بنات راحوا حق الدكتور وقالوا لنا احنا عيلك من طرف هنادي. صراحة الدكتور ما قصر، سوى لهم خصم حليو. للحين هم متواصلين معاي، وبين فترة وفترة لما صار عندهم مراجعات قاعد يجزولي هنادي انا وصلت حق الوزن فلاني اللي تقولي انا نزلت 3 كيلو 4 كيلو، فانا برافو بنات. انا وايد مستانسة ان شجعت فئة كبيرة انهم يسوون دايت، وانا نزلت وهم بعد مستمرين بالوجبات وزنهم قاعد ينزل، برافو. الحلو بالموضوع ان احنا قاعد نضعف، بس الضعف الحلو، يعني ما قاعد نضعف على ضعف المرض اللي سواه تحت العين، ارهاق، النفسيه تعبانه. ومن الشغلات المهمه لما تين تسوين دايت لازم تشربين ماي وايد، لانه راح يحافظ لك على بشرتك، يحافظ لك على شعرك، راح تنزلين بسرعه، وزنك راح ينزل بسرعه لما تشربين ماي وايد. فبصراحه بيني وبينكم انا ما كنت اشرب ماي قبل، فمن يوم ما نصحني الدكتور بهالنصيحة أنا لازم أشرب ماي وايد، قمت أشرب ماي، زائد إن البف قامت تشجعني إن أشرب ماي لأنها معاي طول الوقت، كل ما أطلع من البيت الناني قامت تصب لي فيها ماي وتحطها يم جنطتي، فصارت رفيقة دربي. هذه شغلة من الشغلات اللي بالدايت اللي كنت يسألوني عنها البنات وايد، وفي بنات مشتركين مع الوجبات، بنات استمروا. نصيحة إنكم تستمرون. في بنات لما ينزلون 5-6 كيلو تقول بس خلاص اكتفيت، لا، لازم يكون وزنك. وأنا أحب لما أسولف عن شيء أحب أسولف عنه بثقة، لأن أنا فعلا مجربته. بنات الماسك الأسود هذا أول شيء راح يشيل لك كل الخطوط الضعيفة اللي تحت عينك أو بشرتك، هذا رقم واحد. بس هذا مو معناته انه حق عمر معين، لان في بنات صغار بالعمر بس لانهم للاسف مو مهتمين ببشرتهم او يعانون من جفاف، راح تلاقين تحت عينها في الطبقه اليرق الناعم هذا وايد متجعد لانه مو مهتم ببشرتها. فالماسك الاسود هذا يحافظ على نضاره بشرتك ويشيل لك التجاعيد، زائد انه راح يعطيك ترطيب عالي، يعني لدرجة، شوفي أنا لأن جربته واستخدمت الماسك، الماسك راح يجي معه هذه العصات. وبنات بليز ركزوا معاي بهذه المعلومة، أنا لما جيت استخدمت هذا الماسك استخدمته تقريبا 3 مرات استخدمته. أول مرة لما جيت استخدمت خذيت كمية راهية، أنا أحب لما يجي استخدم ماسك لا يعني احط كميه راهيه على بشرتي. لما جيت سويت هذه الحركه مع هذا الماسك تحسفت، تدرين ليش؟ لان بعد ما حطيته في عصايه ثانيه راح تجي، لان هو الماسك ما ينشال بماي مغناطيس، راح تجيبين هذه العصايه وتلبسينها تشيس نايلون وراح تشيلين كل الماسك. اول شيء راح تحسين باحساس غريب، تحسين بإحساس مغناطيسي. الشغلة الثانية
اللي هي غلط لما أنا سويتها، أنا حطيت كمية وايد كبيرة وراهية، ولما جيت شلت الماسك في طبقة دهنية، بس تعرفون الدهن الثقيل اللي نفس الفازلين، الطبقة هذه لا صارت طبقة كبيرة. ولما جيت قريت يا ربي قلت ليش الطبقة هذه كذي، أنا غلطت لما جيت استخدمتها ما قريت عنها، عرفته؟ فلما جيت شلت الماسك شفت طبقة دهنية وايد كبيرة، لا لدرجة أني قاعدة أمسح، لا جبت كلينكس وقاعدة أمسح، أنا ليش كذي وايد. قريت أنه لما تين تستخدمينه لازم تحطين طبقة وايد 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 ضعيفة، يعني الكمية لازم تحطينها على بشرتك كمية يا بنات، يعني مثلا شوفي أنا خذيت هالكثر، لما تين تحطينه على بشرتك وزعي، لأنه راح يتوزع. شوف الكمية اللي أنا خذيتها شلون نقطة، شوف شلون تردين تاخذين. بنات لازم تدارون أن تكون الكمية ضعيفة وايد. شوف هاي بنات هالكثر لازم تحطون، ما تحطون طبقة سميكة من الماسك. شفتي لما تحطين فونديشن شلون تحطين كذي نقط فونديشن بعدين توزعينه، نفس الطريقة. شوفوا بنات كذي بس الماسك راح تحطينه من 3 دقائق ل5 دقائق بس وتشيلينه. طبعا بالفترة هذه بالدقائق هذه على ما تمر نطفي أغراضك. أوكي راح تجيبين العصاية الثانية عشان تشيلين فيها الماسك، وراح تلبسينها الكيس النايلون. ليش؟ لأن لما تشيلين الماسك راح تشيلينه وتقطينه وتحطين كيس ثاني. أوكي الحين شو راح نسوي؟ راح نشيل، أشيل البوكس بس عشان أقدر أخذ راحتي وأنا أصور لكم. الحين شو راح تسوين؟ راح تقربين العصات هذه من وجهك. قاعد تشوفون بنات؟ شفتوا شلون؟ ترى على فكرة مو لازقة العصات على وجهي، يعني شوفوا المسافة، هذه المسافة، شوفوا المسافة اللي بين العصات وجهي شوي. معنا شوفوا المعلومة اللي بقولها لكم هم مو ذاكرينها، بس لأن شيء مغناطيسي اللي أنا قاعدة أستخدمه، شنو أسوي؟ الماسك أفضل إنش لما تين تشيلينه لفوق لأنه مغناطيسي، فراح تحسين بإحساس إن وجهك قاعد. شوفوا بنات الحين شو راح أسوي؟ راح أبدل الكيس نفسه ويجيب واحد ثاني. الحين انا شلت الماسك في طبقة دهنية اللي قلت لكم عليها بعد ما تشيلين الماسك، ولازم تحطينه بشكل وايد خفيف لانه في طبقة دهنية اللي الحين صارت على بشرتي، راح امسحها ووزعها عشان تمتص هالبشرة. اللي حبيته بهذا الماسك اني انا ضرب عصفورين بحجر، حاطة ماسك يشد البشرة يعطيها نضارة، يشيل اي خطوط بلشت تطلع بالبشرة، حق البنات اللي ما يشربون ماي، بنات
اللي مو مهتمين ببشرتهم من قبل، الماسك هذا وايد راح تحبونه. وبنفس الوقت ماسك وبرايمر، على فكرة ترى هو مو برايمر، أنا سميته برايمر لأنه دهني، في طبقة دهنية راح تصير يعني حتى على إيدك. ولا تشيلينا دائما في شغلة أقولها، أي ماسك تستخدمينه في طبقة كريم، في طبقة جل، في طبقة دهنية، مسحيها على إيدك، لا تغسلين إيدك. من الماسكات اللي حبيتها طرى على بالي أسوي شاي كرك. الحليب اللي استخدمته فات فري، والشوغر استخدمت هذا مخبزه من لولو هايبر اسمه سيفيانا، وحطيت هيل وزعفران شوي سوالف الشتا. طلع الحين درابيل وبقسم.